أحبك يا ربي رغم ابتعادي، وهجري لدرب الهدى والرشاد، وأعلم أني إذا عدت يوما بدمعي لرب الورى بانقيادي، سيمحو ذنوبي إلهي ويعفو، فقد قال في الآي قل يا عبادي. وأحسن منها قول ربي جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.